شكرا لي الزميل العزيز أيمن جادة، والشكر الموصول كذلك للكباتن في الاستوديو التحليلي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأكارم عبر قنوات بي إن سبورتس، هنا في هذا الموعد الكروي الكبير، هنا في هذه المباراة المنتظرة، هنا في ملعب الاتحاد في معقل أزرق مانشستر، حيث تتجه الأنظار لقمة الجولة الخامسة لأمجد البطولات الأوروبية، قمة الصراع على القمة لصدارة المجموعة الأولى، هنا بين الكبيرين، ما بين أمنيات الفريق الباريسي المدجج بنجومه والطامح لتكرار ما حدث قبل أسابيع هنالك في العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا في ملعب حديقة الأمراء، ورد اعتبار السيتي لنفسه وتكرار ما حدث في الموسم الماضي في الدوري نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال، مباراة نتمنى أن نستمتع فيها وإياكم مشاهدين الكرام هنا عبر قنوات بي. الفريق الباحث هنا عن الوصول عن العبور للدور القادم من بطولة دوري الأبطال، بينما في الجانب الآخر مباريات الله على رياض، الله على محرز، هنا يمر يتحصل على الخطأ وياتي هنا الإيطالي دانييلي أورساتو المباريات، وبالتالي يبحث هنا على الانتصار، هنا كرة ملعوبة، الله لا تزال هنا تسديدة تأتي، الله خطيرة إلى الأمام، الوصول الاقتراب، لكن الله على باريدس، الله على الافتكاك من جانب الأرجنتيني مرة أخرى إلى إدريس على المان سيتي، محاولة نيمار عبر يتقدم، كرة ملعوبة أمامية العرضية المرسلة خطيرة لا تزال، نيجالي وصلت إلى ليونيل أمامية، الكرة إلى الأمام، لكن تبقي هذه اللحظات يمر رياض يسقط أرضا، دانييلي أورسيلو كرة ملعوبة أمامية لكن بالرأس، ثم تسديدة رياض لكنها أيضا أكتي لباريس سان جيرمان أمام الفرق الإنجليزية، هنا كرة ملعوبة، إيمار يتقدم يمر يعبر هنا يعبر يتقدم، الله أوه على الكرة الماضية على الخطر الذي قام، الكرة ملعوبة، الله 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 يا لروعة الكرة الماضية، يا لروعة المباراة، سان جيرمان لم يصل إلا في كرة نيمار التي كانت تسلل، وبعد من الأسماء المهمة جدا، لدينا كرة ملعوبة أمامية خطير، المدر زينشيكو والعرضية المرسل أمامية، مباراة الفريقين الموسم الماضي، الكرة ملعوبة أمامية تسديد إلى الدقيقة 65 عندما طرد كيلور نافاس، حاول وصلت إلى إدريسا من الجهة اليسرى يكسب ركلة ركنية هنا لمصلحة باريس سان جيرمان، هي الركلة الركنية الأولى في المباراة في اعتقادي والأولى، يوسا دفع إدريسا غانا جي هدف، ولدينا الرابيوت في هذه المواجهة، مارنونو من ديس عبر يتقدم البرتغالي يسدد، لكن لدينا إيدرسون حارس المرمى الأمام إلى غوندوغان العرضية المرسلة خطيرة، الله الله لدينا هنا كرة ملعوبة إلى الأمام، لكن لدينا يقظة دفاعية على السيتي في تسعينيات القرن الماضي، لدينا الكرة الملعوبة العرضية، لكن نبيل الفريق الباريسي رمية جانبية، هذا بوتشيتينو الرجل الذي يتمنى أن تعود، خسر من أمام طبعا، هنا محاولة إلى الأمام العرضية المرسل، أوه العرضية المرسلة خطير المحاولة، هنا الألماني، أوه رياض الله الله الله، مزيدا من المتعة يا سادة في بطولة الدوري، هنا خطيرة الألماني، تسديدة الألماني، مباراة برناردو هنا العرضية المرسلة، لكن لدينا تغطية ولا ملان، كايل ووكر الكرة ملعوبة أمامية، تمريرة حاضرة